المبادرات الصحية الرئاسية ساهمت في تغيير المنظومة الصحية في مصر، اشتغلت على تعزيز النظام الصحي ومعالجته بشكل جذري، ومن هنا ظهر مردود المبادرات دي واللي قدرت انها تحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع، خصوصا على الزيادة الإنتاجية المجتمعية، وكمان الإنتاج المحلي قدرت انها توفر 3 مليار و700 مليون دولار. تفاصيل اكتر هنعرفها معانا على التليفون الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهوريه لشؤون الصحه والوقايه. صباح الخير على حضرتك، نورنا، وصباح الخير يا مصر. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا استاذ بشنت، استاذ محمد. صباح النور يا فندم. اهلا بحضرتك يا فندم. يعني في البدايه عايزين نعرف ايه اللي عملته مبادرات الصحه العامه اللي اطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. شوف شاتك، طبعا احنا ما زلنا في مرحله نظم صحيه متعدده، يعني التأمين الصحي الشامل بدأ وهيطبق تدريجيا في كل محافظات الجمهورية. في نظام التأمين الصحي القديم اللي هو تقريبا بيغطي حوالي 51% من المواطنين، في فئة ما لهاش تأمين صحي خالص، في فئة بتطبق نظام تأمين صحي مؤسسي، يعني المؤسسة اللي هو بيشتغل فيها عاملة له تأمين صحي وهكذا. طبعا هذه المبادرات الرئاسية مشكورة لان كان في فئات ليس لها تامين صحي، وجزء منها كان بيعالج على نفقه الدوله، جزء ثاني كان بيبحث عن وسيله علاجيه. في مستشفيات بتستقبل المرضى بالمجان، هي مستشفى وزاره الصحه ومعظم المستشفيات الجامعيه. فكانت هذه المبادرات الصحيه الحقيقه انا مش محتاج طبعا على الرقم اللي قلتيه، اللي هو الرقم الحقيقي والايجابي نتيجه لهذه المبادرات، لان المرض هي النقطة اللي حضرتك قلتيها دي بتشمل ما نسميه اقتصاديات الصحة. هي ليست فقط بعلاج المرض أو الدواء أو العملية الجراحية، لكن أنا بحسب يا ترى الإنسان ده لما مرض أو إيه كلف نفسه إيه، وكلف الدولة إيه، وكلف أسرته إيه، وانعكس ذلك على الإنتاجية المجتمعية وعلى قوة الأداء في مؤسسات الدولة. هذه المبادرات فيها شقين، شق وقائي ان انا بفحص الناس واشوف الحاله المرضيه اللي موجوده عندهم، وطبعا هناك امراض تسمى امراض ساريه اللي هي وامراض غير ساريه، يعني بمعنى مثلا في ناس ماشيين عندهم ضغط او عندهم سكر او عندهم بعض الامراض الاخرى هم ما يعرفوش، فطبعا الاكتشاف المبكر لهذه الامراض وعلاجها تشخيصها وعلاجها ومتابعتها بيحقق طبعا عائد ايجابي كبير جدا ويقلل من المضاعفات والمشاكل. يعني حضرتك من اكثر المرضين المنتشرين جدا ونسب الاصابه بيهم عاليه، والاكثر من كده ان في فئات لا ما هو نفسه ما يعرفش ان عنده هذا المرض، زي ارتفاع ضغط الدم وزي مرض السكري، وبيمتن عنهم مشاكل كثيره جدا. يعني اكبر سبب لمشاكل الكلى هو الضغط والسكر، واكثر سبب لمشاكل شرايين المخ والقلب هو الضغط والسكر. فالنهارده سيادتك لما بنكتشف المرض مبكرا والانسان بيعرف ان هو عنده احد المرضين دول او الاثنين، ويبقى في نظام نمط غذائي معين ونمط دوائي معين بيحد كثيرا جدا جدا من المضاعفات، والانسان بما ماشي هو مش في حالته الطبيعيه، يعني بكل تاكيد بقدرته الانتاجيه وقدرته الاداء بتبقى قليله جدا. اذا انا وفرت على الدوله يا فندم، وفرت على المواطن وزودت قدرته الانتاجيه، وفي نفس الوقت قللت كمان الضغط على القطاع الطبي. بالظبط. المبادرات الثانيه يا استاذ محمد اللي هي مبادرة القضاء على قوائم الانتظار. كان في المبادرة دي الحقيقة عالجت تقريبا 1 مليون وشوية مواطن بحاجات بقى، يعني عمليات جراحية يعني كبيرة زي عمليات القلب وعمليات المخ والأسطرة القلب والمفاصل وأورام وزرع أعضاء. كل دي يعني الحقيقه حوالي 1,300,000 مواطن صرف عليها حوالي 10 مليار جنيه مصري وشويه. فدي طبعا الحقيقه يعني عالجت عدد ضخم جدا من المواطنين ببعض المشاكل الناتجه عن امراض،
اتعمل فيها عمليات جراحيه كبيره، وعمليات كبيره طبعا ومكلفه كمان. بالظبط، واتعملت في جميع مؤسسات الدوله، يعني المستشفيات الجامعيه ساهمت، مستشفيات وزاره الصحه ساهمت، كل قطاعات الدوله بامكانياتها العلاجيه والتشخيصيه ساهمت في هذه المبادرات. المبادره الثالثه بقى والمهمه جدا هي الكشف المبكر عن الامراض الجينيه والوراثيه. ودي الحقيقه كثيرا الناس ما بتبقاش عارفه ان المولود ده قد يكون عنده مرض وراثي او مرض جيني. طبعا ده لما بيتعالج في مراحل مبكره جدا من العمر ممكن يبقى شفاء كامل او يتم السيطره عليه بصوره كامله، وده طبعا بيقلل جدا من معاناه المريض اللي هو الطفل او المصاب، وايضا بيقلل جدا من معاناه اسره هذا الطفل. اكيد انعكاسها غير مباشر. سؤال حضرتك مثلا سيده ورجل عندهم طفل عنده مشكله، حتى ولو هم بيشتغلوا الاثنين ده بينعكس بشده على ادائهم الوظيفي وادائهم في العمل نتيجه للمشاكل اللي بيواجهها الطفل الجديد او اللي عنده هذه الامراض. دكتور، يعني في اسئله كده ما ينفعش تسال حد غير حضرتك، حضرتك عندك الارقام والاحصائيات وعارف احنا كنا فين وبقينا فين. لو المبادرات دي ما كانتش موجوده كنا هنبقى عاملين ازاي؟ خلينا نتخيل مع بعض كده، المبادرات دي ما كانتش موجوده على ارض الواقع النهارده مش هنقول احنا كنا فين، لا، لان احنا تعداد السكان بيزيد، كل حاجه بتزيد، الامراض بتزيد، يعني وباء زي كورونا ده حاجه مستجده علينا، كنا هنبقى فين النهارده؟ شوفي سيادتك، كنا هنبقى هذا العدد من احنا بنتكلم عدد مرضى اتعمل لهم مثلا عمليات جراحيه نتيجه لمبادره قضاء على قوام الانتظار. المليون مواطن دول وراهم مليون اسره. يبقى اذا في المتوسط الاسره 5 افراد. يبقى انت في 5 مليون مصري بيعانوا لان عندهم مرضى مستنيين يعملوا عمليات جراحيه كبيره ومش قادرين يعملوها او متاخره. الاكتشاف المبكر اللي 100 مليون صحه، ملايين المصريين تم اكتشاف الامراض اللي موجوده عندهم وتم علاجهم، كان هيبقوا موجودين وبيعانوا من هذه الامراض ومضاعفات هذه الامراض. الاطفال اللي هم يعني كان عندهم امراض وراثيه او جينيه اسرهم كانت بتعاني. صحه المراه والكشف المبكر عن الاورام، وصحه الرجل والكشف المبكر عن الاورام. حضرتك طبعا كثير من الاورام لما تكتشف في مراحل مبكره اللي هي بنسميها مرحله زيرو او واحد، التشخيص او البروجنوز بتاعها او نتيجه التشخيص المبكر والعلاج ممكن شفاء كثير من الامراض، وعلى راسهم مثلا اورام الثدي. يعني النهارده في مراكز متخصصه لان ده من اكبر اورام الموجوده أو أكبر نسبة من الأورام موجودة في السيدات في مصر. الكشف عن أورام عنق الرحم. عنق الرحم. الكشف عن أورام البروستاتا وسرطان الرئة. كل دي حاجات بدون شك يعني الاكتشاف المبكر والتشخيص المبكر والعلاج المبكر بيخلي النتيجة أفضل كثيرا. شوفي بقى حضرتك معاناة المواطنين وأسرهم اللي عندهم هذه الأمراض ولم تكتشف او اكتشفت في مراحل متاخره. فالحقيقه هذه المبادرات في قطاع الصحه ساهمت كثيرا جدا جدا في الحد من تداعيات كثير من الامراض، وايضا ساهمت في اسعاد ملايين الاسر في مصر، ورفعت العبء الشديد. هي القصه مش عبء مادي بس، يعني عبء نفسي وعبء مجتمعي ورضاء المنتفعين بتلقي هذه الخدمات. بكل تأكيد طبعا حضرتك قلتي موضوع كورونا، يعني انا شايف ان الحقيقه ما تم في معالجه هذه الازمه كان باحترافيه شديده جدا، والحمد لله نتائج كانت يعني نتائج رائعه وحدت من كثير. طبعا احنا حصل تداعيات كثيره فين عندنا وفي العالم كله، لكن التعامل مع هذه الازمه بحرفيه ومؤسسية ودعم سياسي كبير وتوفير الأدوية والمعدات والمستلزمات والأكسجين والكوادر البشرية الرائعة ساهمت بشدة في الحد من تداعيات هذه الأزمة.
وده كان ليه انعكاساته كتير يا فندم طبعا عن اشادات شفناها لدول كتيره في العالم بتجربه مصر في العبور من ازمه كورونا، وفي الملف الصحي بشكل عام هنتكلم مع حضرتك عنها بالتفصيل. لكن عايزين نتكلم عن نقطه ثانيه وهي غايه في الاهميه، انه هذه المبادرات ونعرف الناس برضو ما بتشملش المصريين فقط، لا كل اجنبي موجود على ارض مصر بيدخل ضمن هذه المبادرات، بل احنا تخطينا ده كمان ووصلت هذه المبادرات الى دول افريقيه. صحيح. انت سيادتك بتعالج كل مواطن على ارض مصر، سواء هو مواطن مصري وده طبعا حقه اصيل، سواء في ناس مهاجرين في مصر وزي ما سياده الرئيس دايما هم بيعاملوا كالمصريين بالظبط. اي واحد فيهم بيلجا للفحص الطبي او لاكتشاف اي مرض بيتعمل له اللازم تماما. وعندنا بدون شك اعداد كبيره جدا من الوافدين من كثير من الدول الافريقيه بيجوا مصر للتشخيص والعلاج. والله يا استاذ محمد مصر بتملك مؤسسات صحيه وعلاجيه كبيره جدا وذات مستوى رفيع، ويمكن ده قلناه للزملاء والاخوه من افريقيا في المؤتمر والمعرض المصري الافريقي، وهم شافوا بنفسيهم القدرات المصريه في هذا الاتجاه، وهي دائما مفتوحه لدعم الافارقه ودعم المؤسسات ودعم ايضا الاخوه في منطقه الشرق الاوسط كلها يعني. عظيم. الدكتور هل يعني ممكن نشوف في الفتره الجايه مبادرات صحيه جديده؟ والله خليك، هو كل الاتجاهات وكل الامراض، واظن حضرتك طبعا سمعتوا على الأمراض النادرة جدا وبدأت مرحلة علاج هذه الأمراض، فإحنا في مرحلة اكتشاف والسيطرة على كل أمراض وعمل مبادرات لأي نوع من هذه الأمراض بيحتاج يعني دعم مجتمعي ودعم مؤسسي ودعم الدولة، لأن في الآخر هو الهدف يعني صحة المواطنين وصحة المصريين ليها أولوية. وزي ما حضرتك شايف في الصوره دي عربيات فحص شامل، دي جت من مصر اتوضبت واتجهزت بمستويات رفيعه جدا وجت مصر بالتجوب من المحافظات. العربيه من جوه فيها يعني اماكن كشف واماكن تشخيص، وجبنا عربيات فيها اشعه، يعني يمكن دي لاول مره انك تاخدي جهاز اشعه مستوى رفيع وتسافري بيه اماكن بعيده او اماكن نائيه. وفي طبعا متخصصين دفاع زي ما حضرتك شايف المعامل والتشخيص، كل دي وسائل يعني تسخر لخدمه المواطنين في مصر. طبعا عندنا مصر كبيره بقى، دوله كبيره محافظات كثيره، وفي مناطق بعيده انا مش عايز اسميها نائيه، فاحنا انت بنروح لهذه الاماكن. وطبعا مبادره حياه كريمه في القرى المصريه جزء منها هي الخدمة الصحية، فإحنا بناخد المرضى دول العربيات الكشف المبكر وفيها السادة الأخصائيين وفيها المعامل وفيها الأشعة، بتعمل لهم كل اللازم. إذا قدرنا نوفر التشخيص والعلاج في هذه الأماكن بيتم، في بعض الحالات بتحتاج إنها تنتقل إلى مستشفيات من الخدمه من الدرجه الثالثه اللي هي الخدمه المتطوره، فالمريض بيحول لهذه المستشفيات عشان يتلقى العلاج او يتعمل له عمليه جراحيه او اي تدخل طبي في هذا الشان. عظيم جدا، تجربه من التجارب المهمه جدا اللي مصر قامت بيها في المجال الطبي، وهي القضاء على فيروس سي قبل الميعاد اللي حددته منظمه الصحه العالميه ب 10 سنوات، يعني هي ادت ميعاد 2030 احنا الحمد لله قضينا عليه في 2020. ازاي شايف هذه التجربه وازاي قدرت هذه التجربه انها تساعد الدوله وتساعد المواطنين كمان في ان هي توفر زي ما قلنا على الدوله وعلى المواطنين؟ شوف سيادتك، احنا كان عندنا مرض اسمه البلهارسيا، يمكن المرض ده كان شائع في فترات قبل كده، وكان يمكن اقول لحضرتك نسبه مش هتصدقها، يعني كان حوالي 39% من المصريين بيعانوا من هذه البلهارسيا. وده كان مرض موجود في القرى وموجود في الريف، وكان طبعا اي حد بيروح الريف او بيروح يستعمل الميه اللي فيها السركاريا كان بيصاب بهذا المرض. فالخطوه الاولى كان القضاء على مرض البلهارسيا. وكان في الاول بيستعمل الدواء من حقن اسمه ترطيل المقيل.
وهذا الحقن في الوقت ده ما كانش الحقن اللي هي المستعمله المره واحده او معقمه متوخره، اكتر من مره كان ازاي حقن ازازه وبتتغلي. وفي الوقت ده ما كانش فيروس سي دي معروف، كان معروف فيروس اي وبي. وحتى لما اكتشفوا هذا الفيروس، لان لسه ما كانش يسمى، فكانوا يسموه نان اي نان بي، يعني لا هو اي ولا هو اي بي. وبعدين سموه بعد كده فيروس سي. وبعدين فاحنا كان قضاء البلهرشة هو الهدف الاول، لان انا قلت لحضرتك ليه موضوع البلهرشة، لان الحقن بتاع التبطين المقيء كانت من ضمن اسباب انتشار فيروس سي. وكان مكافحه العدوى سواء في المستشفيات او في الحياه العامه كانت لسه ما خدتش الشكل المتحضر او الكبير اللي موجود دلوقتي. النهارده في الاخر انت بقى على فكره البلهرشيا قضيت بدواء انتج في مصر، اقراص، كان بيتاخد 4 اقراص في المره، وانتج في احدى شركات الدواء المصريه. بعد كده عظيم. نتيجه لمرض البلهرشيا ونتيجه للعدوى بفيروس سي، كان عندك عده ملايين في مصر عندهم فيروس سي. وكان مصر فيها اكبر نسبه اصابه بفيروس سي في العالم. فالنهارده المبادره القوميه الرئاسيه للقضاء على فيروس سي وعلاج كل الحالات وتوفير الدواء بالمجان لملايين المصريين كان طفره حقيقيه، يعني ثوره في القطاع الطبي على مستوى العالم في الامراض المعديه والامراض التي ممكن الوقايه منها. والحمد لله انت النهارده عالجت فيروس سي، العلاج متوفر بينتج في مصر، وفي نفس الوقت اصبح في اساليب وقائيه اخرى تقي من الاصابه بفيروس سي. يعني النهارده ما بقاش في حقن ازاز، بقت الحقن التي تستخدم مره واحده، الحقن الذاتيه التدمير. فالنهارده كل دي ساهمت في هذه المبادره الرائعه للقضاء على مرض من اخطر الامراض. مش بس كده، ده هو كان فيروس سي ومسبب لسرطان الكبد. يعني هو كان ناتج عنه تليف الكبد اللي هو بينتج عنه سرطان الكبد. فالنهارده انت حديت من مرض خطير جدا يصيب الانسان المصري. طب دكتور، يعني ازاي نقدر ان احنا نستفيد من خبراتنا في المبادرات دي؟ وحضرتك كنت اتكلمت معانا في البدايه عن الوقايه، ازاي نقدر او ازاي كانت الوقايه خير من العلاج؟ طب ممكن نغيرها شويه ونخليها الوقايه تغني عن العلاج. يلا بينا. يعني العلاج خير والوقايه خير، لكن بدون شك حضرتك شوفي اي مرض، لا يعني تفتكري حضرتك المرض يجي ونعالجه ولا ما يجيش عشان؟ صح. طب كله باذن الله سبحانه وتعالى، لكن كونه ما يجيش دي نعمه كبيره قوي من ربنا. طبعا. فالنهارده اديكي مثل ازاي الوقايه تغني عن العلاج. خريطه التطعيمات للانسان المسلم من ساعه ما يتولد بتحدي كثيرا من الامراض. يعني في كده لسته تطعيمات، برنامج تطعيمات الدولة بتتبناه بالمجانا للطفل المصري يقي من كثير من الأمراض. وعايز أقول لكم حاجة تانية، ما احنا في مصر برضو قضينا عن مرض شلل الأطفال، وده جه بحمل التطعيمات القومية ما زالت مستمرة حتى الآن. الدولة بتوفر بملايين الدولارات، بتوفر تطعيم شلل الأطفال، وبتعمل حملات قومية عدة مرات في السنة. وطبعا انا بقول كده عشان كمان ارجو حضراتكم تساعدونا، وطبعا انتوا بتلعبوا دور كبير جدا في توعيه الناس ان هذه التطعيمات هي مردودها الاول والاخير لصالح المواطن. مظبوط. يعني الطفل اول ما يتولد مكتب الصحه لما بيروحوا يطلبوا شهاده ميلاد بياخدوا منه نقطه دم من كعب رجله عشان يتاكدوا ان في نوع معين من الهرمونات مش قليل اللي هو بيمنع ما يسمى التقزم. التقزم ان هو الجروس او النمو بتاع الطفل ما يكونش مظبوط والطفل ما فيه تقزم. عندنا مبادره كمان مهمه جدا يا فندم في الموضوع ده. بالظبط يا فندم، دي مطبقه فعلا. فاذا الجزء الوقائي الاول، على فكره هي الوقايه بتبدا من قبل الانسان ما يتولد. يعني السيده الحامل في ما يسمى الانتي نيتال كير اللي هي رعايتها ومتابعتها ما قبل الولاده. بيشمل هنا حاجتين،
الحاجة الأولى إنك بتقي الطفل، يتولد طفل طبيعي بإذن الله مفيش فيه مشاكل، وأيضا تحافظ على حياة السيدة في أثناء الحمل والولادة. وعشان كده الحمد لله نسب المشاكل أو الوفيات بسبب الحمل والولادة قلت جدا. فإذا حملة التطعيمات اللي بتقوم بها الدولة في خريطة موجودة بتتاخد للطفل مع شهادة الميلاد، بتقول له في الشهر كذا طعامك كذا، في الشهر كذا طعامك كذا، كل دي بتقي في كثير من الأمراض زي الحصبة والسعال الديكي وشلل الأطفال والحاجات دي كلها. الحاجة الثانية بقى إن الناس تتبع التعليمات الوقائية في مكافحة العدوى، يعني زي بالظبط ما حصل مع فيروس كورونا، احنا عملنا تطعيمات ما زالت مستمرة. وبرضو أنا بطلب من السادة المواطنين اللي ما خدش التطعيم ياخده، واللي ما خدش الجرعة الثانية ياخدها، واللي محتاج أو مصنف إنه ياخد الجرعة الثالثة ياخدها. وهكذا في مجموعة من الأساليب الوقائية احنا كمان يجب أن نتبعها، بنحافظ على الصحة، بنحافظ على البيئة، بكل بنحافظ على مكافحة العدوى. طيب دكتور محمد، اهتمام الدولة بالقطاع الطبي واضح من خلال كمان زيادة مخصصات القطاع الطبي في الميزانية الجديدة، احنا بنتكلم في 310 مليار جنيه بزيادة قدرها 34 مليار و400 مليون جنيه عن المخصصات بتاعت السنة اللي فاتت، ازاي هيتم استغلال او توظيف هذه الاموال؟ طبعا هذه الزيادة يعني ما حصلتش قبل كده. يعني القطاع الصحي بياخد النهارده يعني ميزانية كبيرة جدا فريدة لم تحدث قبل ذلك. القطاع الصحي كان في حاجة فعلا إلى هذه الميزانية. وهذه الميزانية يعني شوف سيادتك، كل جنيه وقاية أو كل جنيه أنت بتصرفه عشان تحسن القطاع الصحي أو تحسن خدماته أو تحسن أساليبه الوقائية، أنت بتوفر قصاده 10 جنيه على الدولة. لأن زي ما قلت لحضراتكم اللي بيتساب من غير ما تشخص مبكرا أو وقائيا بيجي له مضاعفات، فأنت بتشيله. يعني شركات التأمين في الخارج بتعمل حاجات وقائية عشان العيان ما إن شاء الله يعني ما يجيلوش المرض. فهذه الميزانية سوف تستخدم في تحسين البنية التحتية للقطاع الصحي، في توفير التجهيزات اللازمة والمعدات، في تدريب الكوادر البشرية، في توفير هذه الكوادر، وأيضا في توفير كل ما يلزم القطاع الصحي من الناحية الوقائية أو العلاجية. يعني فعلا هذه ميزانية فريدة. طبعا الدنيا غليت وأسعار الحاجات غليت وأسعار الشحن غلي، لكن إذا قارنت هذا المبلغ بسنوات سابقة هو فعلا زيادة واضحة في مخصصات القطاع الصحي. ده حقيقي. يعني بنشكر حضرتك دكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية.